أطفالنا وإسهاماتهم اللي تشجع الزي السعودي والتراثي، وكيف حبوا يعززوا هويتنا في يومنا الوطني. يسعدنا أن تكون معنا الموديل صبا الفايز واللي حتهدينا هذا العمل الوطني. رجع ورا طبع السعودي من قدم، راح علم اللي ما درى بارواحنا نفل العلم. ما نرجع ورا بضيفتنا. اكيد صبا، هلا وسهلا بيك يا صبا. اهلين. ايش هذا الجمال وايش هذا اللبس الحلو التراثي وايش هذا الفيديو كليب الاهداء الحلو اللي اهديتينا؟ هو شكرا مره صبا، احنا مره مبسوطين فيكي. كل سنه وانت طيبه. وانتم طيبين وانا بعد فرحانه فيكم. ايش تحبي تقولي للوطن اليوم؟ دام عزك يا وطننا، والله يحفظك لنا، والله يحفظ لنا الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، ويحفظ أرضنا من كل حاسد. آمين يا رب العالمين. طب صفا، كلمينا عن اختيارك لهذا العمل، وبنفس الوقت إيش كان شعورك وقت مشاركتي في عمل وطني؟ أول شيء أنا شفت أنشودة بقناة المصورة الكبيرة الجوهر الوهابي، فحبيت الأنشودة وقلت فرصة نصور عليها لليوم الوطني. بعدين صورت عليها، وأشكر المصورات سارة صالح ومنير السعيد، يعني ما قصروا معي وصورنا هذا العمل. وحسيت بفخر وكذا، يعني حماس وأنا أسوي هذا العمل. احنا كمان مرة فخورين بك ونحب نشكرهم على هذا العمل اللي هو جدا جدا رائع. صيبة، كلمينا عن اللبس اللي انت لبسته، الزي الوطني، الزي التراثي. قديش مهم انه أطفالنا يلبسوا ملابسنا التراثية والوطنية؟ هو شو اسمه العمل كان لبسين. أول عمل كان اللبس اللي هو التراثي، البشت والعمامة والسيف والمخنق. والعمل الثاني يعني زي الجيل الجديد الحين نلبس فساتين، ويعني غير عن أول. مين سوالك هما؟ البشت من المصممة الرائعة بثينة الباتل، واللبس الثاني من اختيار ماما. ما شاء الله تبارك الله، الله يخليها لك. آمين. يا رب. صبا، ما شاء الله عليك، أنت طفلة موهوبة وعندك موهبة جميلة جدا. هل كمان ممكن تشاركي في الفترة الجاية في أعمال غنائية؟ هل هتتجهي للتمثيل؟ يعني إيش حابة أنك تسوي في المستقبل؟ يعني ما أدري شو أسوي بالمستقبل، يعني للحين ما فكرت بشيء معين، بس إنه يعني الحين أنا عجبتني وضع الشهرة وكذا. حابة أنك مشهورة؟ إيه حابة مرة. زي إيش أكثر شيء عاجبك في الشهرة؟ إنه مثلا لما أطلع على الأفلام كذا، يعني أحب زي الممثلين كذا، دائما أشوف ممثلين كويتيين أحب أني أمثل وكذا، وبعد أحب أني أعرض يعني أزياء وزي كذا. جميل، حلو. إيش يعني لك اليوم الوطني يا صبا؟ قد إيش مهم لك أنك تفرحي في اليوم الوطني وتحتفلي باليوم الوطني؟ يعني زي إنه مثلا يعني إن يوم وطني، يعني زي إنه مثلاً وطني صار يعني 90 سنة، فيعني مرة فخور بوطني، إنه يعني مرة متطور، إنه في أشياء مرة جميلة كذا. طب هل عندك كلمة أخيرة للوطن حابة تقوليها اليوم بهذه المناسبة؟ كل عام وأنتم بخير ودام عزك يا وطننا. شكرا لك يا صبا، وشكرا لوجودك معانا اليوم. احنا جدا فخورين بك، ونحب انه كذا ابنائنا وبناتنا يفتخروا بالزي التراثي السعودي. شكرا لوجودك معانا اليوم. لا شكرا.